معنا من نابلس الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك، ضعنا بصورة هذا اليوم الثالث، كيف تم تفريغ الشاحنات، إلى أين وصلت هذه المساعدات، وكيف عمليا تعملون مع المنظمات الأخرى؟ أسعد الله صباحكم. بالبداية يعني بالفعل تم بالأمس إدخال 61 شاحنة إلى شمال قطاع غزة ووسطها من خلال قافلة سيارتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى هيئة الأمم مكتب المساعدات الإنسانية. وبالفعل تمكنت هذه القافلة من الوصول إلى شمال غزة وتسليم هذه المساعدات للمؤسسات في شمال غزة، مراكز الإيواء وبعض المستشفيات، ولكن هذه الكميات قليلة جدا حسب الاحتياج في شمال قطاع غزة. والكل يعلم أن هذا الشمال هو على مدار 47 يوم لم يدخل أي مساعدات إنسانية إلى هذه المنطقة، واحتياجها كبير. المنازل مدمرة، مراكز الإيواء فيها عدد كبير وبحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وبالتحديد في هذه الظروف من حيث الطقس، يعني بحاجة إلى أغطية وبحاجة إلى حرمات وبحاجة إلى فرشات وكل ما هو أيضا خيام مناسبة للأجواء التي تمر بها قطاع غزة. ولكن أيضا هناك مساعدات نتمنى أن يتم إدخال أيضا كميات منها إلى شمال قطاع غزة كما هو معلن حسب الاتفاق السياسي الذي وقع بين حماس ودولة الاحتلال. يعني الصحيح نحن باتجاه إدخال كميات أكبر. بالفعل تم أيضا تزويد منطقة الشمال بخمس سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر بعد توقف مجموعة من سيارات الإسعاف في منطقة الشمالية، يعني هذا يعزز العمل في منطقة شمال غزة. ولكن نطالب بإدخال كميات أكبر، وذلك بسبب الاحتياج الكبير لهذه المساعدات وبسبب الدمار الذي يعني بدأ عمليا يظهر مع هذه الهدنة للعديد من المرافق الطبية. لكن هل لديكم معلومات عن عدد شاحنات معين يمكن أن يسمح له بالعبور إلى الشمال؟ هذا واحد. اثنان، ماذا عن أيضا نقل من بقي بالشمال إلى الجنوب؟ هل هناك أي يعني معلومات في هذا الخصوص؟ لأنه حتى بسيارات الإسعاف التي وصلت إلى الشمال يعني سمعنا أو هناك معلومات تتحدث عن أنهم لنقل من هم أو بقوا بالشمال إلى الجنوب، هل يمكن أن تؤكد ذلك؟ يعني هذا غير، يعني هذا الشيء مستبعد أن يتم نقل النازحين من الجنوب إلى الشمال. نحن نلاحظ عودة إلى الشمال، المواطنين يحاولون العودة إلى مناطقهم في الشمال، ولكن للأسف الشديد قبل قليل في وسط قطاع غزة تم استهداف 2 من المزارعين، استشهد 1 وأصيب آخر، تم التعامل معهم من قبل طواقمنا. نتحدث عن عودة إلى الشمال وليس الخروج من الجنوب. هناك إخلاءات لبعض المستشفيات كما حدث مع مستشفى الأندونيسي والمستشفى المعمداني، وذلك من خلال سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر أخلي إلى مستشفيات الجنوب، وذلك بسبب توقف الخدمة الطبية في هذه المستشفيات بسبب عدم إرسال الوقود إلى هذه المنطقة بالتحديد، ولا يوجد أي مساعدات طبية، وخرجت المستشفيات عن الخدمة، لا يوجد أي خدمة طبية في هذه المستشفيات. أما فيما يتعلق بالعدد المسموح به بالدخول إلى قطاع غزة، الحديث يكون عن 50% ما يدخل من مساعدات إلى قطاع غزة. يعني نتحدث بالحد الأدنى 100 شاحنة يجب أن تدخل إلى شمال قطاع غزة، ولكن للأسف الشديد الكل يعلم أن هناك إجراءات تنسيقية من أجل دخول هذه المساعدات. نحن كهلال أحمر مسؤولين عن هذه المساعدات واستلامها من الجانب المصري وتوزيعها إلى قطاع غزة. بالفعل أول أمس استلمنا 198 شاحنة، وبالأمس أيضا استلمنا 187 شاحنة، يتم توزيعها حسب الاحتياجات في كل منطقة. طيب
أحمد، هل لديكم اليوم أرقام فيما يتعلق بأعداد من هم جرحى في مناطق ومستشفيات الشمال؟ وهل لديكم أرقام ربما أوضح فيما يتعلق بمن هم تحت الأنقاض؟ لأنه المركز الأوروبي المتوسطي اليوم يتحدث عن عدد كبير، آلاف من هم تحت الأنقاض. هل لديكم أي معلومات بهذا الشأن؟ يعني بالتأكيد من هم تحت الأنقاض وفوق الأنقاض هناك إصابات وشهداء على الشوارع وفي الطرقات لا يستطيع الطواقم الطبية التعامل معها. بالأمس كان هناك أحد الإصابات في الشارع ملقى على الأرض، تمكنت طواقمنا من إسعافه ونقله إلى المستشفى، ولكن نتحدث عن عديد من الإصابات لا نستطيع التعامل معها بسبب القيود المفروضة من قبل قوات الاحتلال، مع العلم أن هذا منافي للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم التعرض إلى الطواقم الطبية، وذلك في فترة هدنة. نتحدث عن فترة هدنة، يجب أن يكون هناك سهولة في التعامل مع المصابين، ومنهم تحت الأنقاض. من تحت الأنقاض حديث عن 7000، هذول بحاجة إلى معدات كبيرة من أجل إخراجهم من تحت الأنقاض. الكل يعلم أن الدفاع المدني طالب بمعدات مستعجلة من أجل البحث عن المفقودين تحت الأنقاض. التعامل مع هؤلاء يتم بالوسائل التقليدية بسبب عدم وجود معدات لاستخدامها في إنقاذ المواطنين تحت الأنقاض، وطالبوا بإدخال هذه المعدات، ولكن للأسف الشديد الوقود حتى في المناطق الشمالية لم يدخل إلى الآن. نتمنى أن يدخل هذا اليوم من أجل إعادة المستشفيات وتشغيلها حسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن الرغبة في عودة المستشفيات التي أخرجت عن الخدمة بالعودة إلى الخدمة، وطالبت كوادرها الطبية بالعودة إلى هذه المستشفيات من أجل مساعدة المواطنين. هل رصدتم أحمد، أنتم أو أي من المنظمات اليوم، بدء انتشار للأوبئة التي أيضا كان يتم التحذير من خطورة انتشارها بسبب كل من لم تتمكن حتى الساعة أي منظمة من إنقاذهم من تحت الأنقاض، وبطبيعة الحال بسبب نقص الوقود والمياه وكل ما هو كان غائب عن القطاع في 40 أو 49 يوم الماضية؟ بالتأكيد هذا ما أعلنت عنه وكالة الغوث الدولية، حيث يوجد في مراكزها مراكز الإيواء الآلاف من المواطنين. هناك احتكاك كبير بين المواطنين، وهناك قلة في التغذية وقلة في النظافة، وكذلك الأمر لا يوجد طعومات من أجل تطعيم هؤلاء المواطنين داخل مراكز الإيواء. ولا ننسى ولا نغفل أيضا تغيرات الطقس التي تساعد على انتشار العدوى بشكل أكبر، ولكن نتأمل أن يتم فتح الهدنة إلى فترة أكبر ووصول مراكز الرعاية إلى المواطنين من أجل تقديم الرعاية خوفا من انتشار هذه الأوبئة. ولكن من هم تحت الأنقاض، بالتأكيد هؤلاء الجثث قد تحللت وهي في طريقها إلى انتشار الأوبئة إذا لم يتم التعامل معها بشكل أسرع مما هو عليه الآن. ولكن نتحدث عن بقاء يوم واحد لهذه الهدنة ونرجع إلى ما كان بالسابق. شكرا جزيلا لك. من نابلس الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، شكرا جزيلا لك.